المواطن الكويتي يواجه تحديات كثيرة، ومن خلال هذه التحديات حقيقة برز اللي هو التحدي اللي احنا نسميه التحدي الثقافي. وهذا التحدي الثقافي يعني هي فلسفة فكرية، لأن يعني الشعب الكويتي حقيقة شعب مثقف، والأمر اللي جعل أن الآراء اللي احنا نسميها آراء كثيرة ومتناثرة، جعل من خلال الدستور الكويتي وكيف انه يعني اثر على المواطن الكويتي. المواطن الكويتي اليوم من خلال هذه التحديات يعني وجدت انه يحتاج هذا المواطن الى انه لابد انه يواجه هذه التحديات. هذه التحديات هي الشيء الرئيسي اللي نقدر احنا نتعامل مع هذه التحديات. ويعني احد الاسباب اللي حقيقه جعلتني اني اخوض هذه الانتخابات هي ان زياده الوعي المتزن للمواطن الكويتي. حقيقه الفتره الاخيره اللي صارت في الكويت والاشكاليات اللي مرت فيها الكويت خلال السنتين الماضيتين، هي ان وجد ان الشارع الكويتي يعني معظم الأشخاص الموجودين يعني شافوا الإجراءات والممارسات الغير صحيحة وحادوا عن المسار، فالشعب الكويتي بدأ ينظر لها إلى نظرة استغراب. والأمر المهم في هذا الموضوع أن الوعي المجتمع اللي صار بالكويت بدأ يعطيني مؤشرات، وهذا حقيقة أحد الأسباب اللي أني أخوض انتخابات مجلس الأمة، لأني وجدت أن الشعب واعي منتبه، ما يتم حوله سيكون في مصلحة هذا البلد. والأمر المهم من هذا كله هو وضعنا اليوم، احنا وضعنا الواقع اللي هو وضعنا الحالي في دولة الكويت خلال الفترة اللي فاتت، والشعب وغليان الشعب وجد ان الامور اللي مروا فيها صعبة جدا، وكل يعني وصل الاحباط الى احباط عام حقيقة اثر على يعني مستقبل اولادنا ومستقبل الكويت حقيقة. فاليوم انا يعني بتفكيري هو وضعنا الحالي، هذا الوضع الحالي هو وضع يعني أدنى من المستوى اللي إحنا نطلبه، إحنا كشعب واعي مثقف متزن، إلى نبي الوضع المثالي. الوضع المثالي اللي هو إحنا راح ننتقل لهذا الوضع المثالي، فالوضع المثالي يحتاج إلى جهد، ومن خلال هذا الجهد، ودائما يعني إحنا نقول خاصة في الجانب العلمي حقيقة هو يعني وضعك المثالي ووضع البلد اللي نبيها للمستقبل، نبي كويت مستقبل. لاحظ ان في فجوه احنا نسميها الفجوه، وهذه الفجوه علميه، ان يجي دور من دور عضو مجلس الامه اللي هو اللي راح يسد هذه الفجوه من خلال التشريعات، من خلال متابعه التشريعات واصدار تشريعات جديده تضمن متابعتها ومتابعه تنفيذها مع السلطة التنفيذية. والكل يعلم السلطة التنفيذية هي الوزراء ورئيس مجلس الوزراء. اليوم الكويت تحتاج أن إذا سدينا هذه الفجوة، وهذا حقيقة دور أعضاء مجلس الأمة في الدفع، ورؤيتي حقيقة اللي أنا حاطها من خلال هذه الانتخابات حقيقة والعرس الديمقراطي، هي معا لكويت جديدة مستدامة من خلال التنمية المستدامة والتي تشمل كل مناحي الحياة. لكن ما نغفل نقطة مهمة، وهي أن اليوم لابد أن احنا نركز على العنصر الشبابي. العنصر الشبابي هو الأساس في هذا البلد، وأكثر من 70-80% معظمهم شباب. فدوري أنا اليوم وإن شاء الله في المستقبل أن ننقل الكويت
من وضعنا الحالي إلى الوضع المستقبلي لتنمية جادة وحقيقية مستدامة لخدمة هذا الوطن ونقل الكويت من ما هي عليه إلى المستقبل القريب. وشاكر لكم.